من بين الاضطرابات الجديدة يلي دخلت القاموس الطبي مصطلح اضطراب الألعاب بعد مشاكل يلي أصابت عدد من لاعبين الكمبيوتر ويلي وصلت لحد الوفاة. ب2010 مثلاً اعتقلت الشرطة بكوريا الجنوبية أب وأم بعد ما جوعوا بنتهم 3 شهور لدرجة الموت وهن عم يلعبوا لعبة على الكمبيوتر بتحكي أساساً عن تربية الأطفال. الأب اللي عمره 41 سنة والأم اللي عمره 25 سنة تركوا بنتهم الرضيعة بدون أي رعاية، والسبب انشغالهم بلعبة على الكمبيوتر يلي كانوا يلعبوها بمحل إنترنت مختص بالألعاب. القصة طبعاً سلطت الضوء على الاضطراب يلي ممكن يعيشه الشخص نتيجة تأثره بالألعاب. هالشي كان واضح كتير بقصة الأب والأم يلي تركوا بنتهم الحقيقية بدون أي رعاية وانشغلوا بتربية بنت تانية بحياة أساساً وهمية ومو موجودة. هالشي أدى لحالة خلط عندهم ما قدروا يميزوا فيها بين الواقع والخيال. هالظاهرة ما كانت فردية. بال2015 تسجلت حالة وفاة لشاب كوري بعد ما قعد 50 ساعة متواصلة وهو عم يلعب ستار كرافت. والشاب ما كان صغير لنقول ما بيعرف الصح من الغلط، كان عمره 28 سنة، يعني واعي منيح وبيعرف الصح من الغلط، إلا أنه نمط اللعب خلاه يلعب بشكل متواصل بدون نوم ولا راحة ولا حتى أكل. الضغط اللي عايش حاله فيه وصلوا لفشل بالقلب أدى للوفاة. والحالة هي مو مرتبطة ببيئة معينة. بالغرب مثلاً سببت لعبة ووركرافت حالات إدمان كتيرة أثرت بشكل كبير على اللاعبين، خصوصاً بعد ما سجلت حالات لطلاب تركوا الجامعة من وراها. وقصص تانية كتير سببت حالات طلاق وتمزق أسري بسبب الإدمان على اللعب، حتى أنه كتير ناس تركت الشغل وتحولت لعاطلة عن العمل بسبب الساعات الطويلة يلي قضوها ورا الشاشة وهن عم يلعبوا مرحلة ورا مرحلة. الطريقة يلي مصممة فيها الألعاب والتحديث المستمر فيها وعملية خلق عالم موازي بتخلينا غصب عننا نتعلق فيها بغض النظر مين نحنا وعمرنا ومعرفتنا أو حتى ثقافتنا. وهالشي واضح كتير بالأرقام. لعبة مثل فورتنايت حققت 125 مليون لاعب بأقل من سنة من انطلاقها. هالرقم أكيد مو وهمي والناس هدول حقيقيين. هي أرقام لناس عم تلعب أونلاين بعالم موازي وغالباً متعلقة أكتر من اللازم باللعبة. تتذكروا لعبة بوكيمون جو وكيف الناس صارت عندها هوس بهي اللعبة بكل مكان؟ ومع انه اللعبة من حيث المبدأ ظريفة وبتخلي الناس تطلع لبرا وتحتك مع بعض وتكتشف محلات كتيرة ما زارتها من قبل، الا انه في جانب تاني متعلق بطريقة عمل اللعبة وتعلق الناس فيها، لانه نحن كبشر بنحب التحدي. وطبعا العالم الموازي بيضل افضل بخيالنا ومريح اكتر من العالم الفعلي اللي عايشين فيه. طبعا لما بنقارن بين الواقع فيه تحديات وعالم تاني ما فيه غير الالعاب، الخيار البسيط لنا هو اللعب طبعا حتى لو كان بدون توقف. إعلان منظمة الصحة العالمية عن التصنيف الجديد لاضطراب الألعاب واجه انتقادات كتيرة، منها غموض التصنيف والمعايير اللي اعتمدتها المنظمة، خصوصاً إنه في ناس بتشوف هيك اضطراب لا يمكن يصير إلا مع الأشخاص الكسالى ويلي أساساً عندهم مشاكل صحية، يمكن إلى حد ما معهم حق. بس خلينا نتذكر إنه إدمان الإنسان على ألعاب قديم كتير، من أيام لعبة الزهر وألعاب الشدة والرولت، يعني بعصر قبل الإنترنت والكمبيوتر. لهيك مع التقنيات الجديدة اللي دخلت والحالات اللي عم نشوفها يومياً يمكن يكون تصنيف المنظمة ناقوس خطر لننتبه أكثر على أولادنا والألعاب اللي عم بيلعبوها والساعات الطويلة اللي عم بيقضوها ورا الشاشة.